السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ ان شاء الله هنكمل تمرينات يونت 1. وصلنا لحد 19. I can't live on حاجة island as there are a lot of dangers، يعني انا مش هقدر اعيش على الجزيرة الايه عشان هي فيها الكثير من الاخطر. طبعا اللي هي طبعا مش انستيل، طبعا انستيل دي يا جماعة معناها غرس او رسخ حاجة. isolated yes هي دي ال right answer. isolated islands يعني الجزيرة المعزولة أو المنعزلة البعيدة، مش ال decorated طبعا اللي هي مزينة، ولا installed بنشوفها طبعا على طول على الكمبيوتر النت التليفون، احنا بنحمل حاجة أو بنثبتها على تليفوننا. يبقى ال right answer اللي هي letter B اللي هي isolated. بعد كده 20، cars are useful العربيات مفيدة، but their حاجة on the environment is another matter altogether، يعني تأثيرها انا ترجمتها حتى من غير ما نشوف الاختيارات، تأثيرها على البيئة بيبقى مشكلة تانية. طبعا هي letter A اللي هي boredom، دي يعني boredom يعني ملل، جاي من boring او bored كده. اوكي boredom يعني ملل. impact التأثير، ودي اللي احنا عايزينه خدناها في الفوكاب. يبقى الحل الصح اللي هو letter B their impact يعني تأثيرها على البيئة، مش tires اللي هي إطارات عربية، ولا noise حاجة مزعجة. okay نيجي بقى ال 21، I was حاجة when they told me that I had been promoted، يعني أنا كنت شعرت بحاجة لما قالوا لي إنها ترقي. هل أنا شعرت depressed محبط، stressed يعني مضغوط، ولا terrified خايف او مرعوب من حاجة، ولا excited؟ طبعا هي excited يعني مصار او فرحان بالحاجة دي بالترقية دي. 22 spicy is too hot as حاجة is too high، يعني ايه الكلام دوت؟ جملة زي دي بيقول لنا الشيء السبايسي اللي هو الحراق is too يعني بالنسبة للهوت، يعني spicy is too hot الشيء الحراق بالنسبة لكلمة hot، يعني هنا واضح ان هما نفس المعنى. اوكي is too hot as حاجة is too high، هايك قلنا ان هو التجول، يبقى احنا عايزين معنى مشابه لكلمة هايك. ايه المعنى المشابه لكلمة هايك هنا؟ yes برافو عليكو. track اللي هي letter B، لو في حد مش فاهمها هعيدها تاني. كلمة spicy is too hot، كلمة spicy بالنسبة لhot ها عكسها ولا معناها؟ يس نفس المعنى. اس حاجة بالنسبة لهايك، اس كلمة ايه بالنسبة لهايك مشابهة ليها في المعنى؟ يس اس تراك از تو هايك. اوكي يبقى الحل الصح اللي هو letter B. بالنسبة لي 23، I spent the weekend انا قضيت الويك اند in A وسبيس طبعا بليس، عايزين نوصف المكان ده ايه، where it's calm and peaceful، المكان ده calm and peaceful يعني آمن وهادي. هل a crowded place؟ طبعا no. endangered مكان معرض للخطر؟ برضو لا. relaxing yes هي دي letter ال right answer اللي هي relaxing place، مكان yes في كده استرخاء. 24 we all like hot food، طبعا كلنا بنحب الاكل السبايسي الهوت ده. so my mother always على طول مامتي بتعمل our dishes with hot pepper، hot pepper اللي هو ايه الفلفل الهوت الحراق. طب يبقى على طول so my mother always ها leans ولا spices ولا isolates ولا tricks؟ طبعا اكيد هي spices يعني انها بتتبل الاكل على طول بالحاجات الحراقة دي. number 25 I wanted to join one of the، انا عايز انضم لواحدة من one of the A groups that looks after wildlife اللي بيهتم او بيرعى ال wildlife الحياة البرية. ها عايز انضم لايه؟ number 1 اللي هي environmental ولا sick ولا excited ولا dirty؟ طبعا اكيد ها 25 هتبقى انهي واحدة؟ ها هتبقى yes، هتبقى اكيد حاجة متعلقة بالبيئة اللي هي letter A environmental groups يعني مجموعات بيئية.
بتهتم بالوايلد لايف. 26 I don't want يعني مش عايز to go to the park مش عايز اروح البار. و space I am meeting some friends in the club. Environmentally طبعا اكيد ملهاش علاقة، واضح ان مفيش كده. Otherwise ها بخلاف ذلك او كده، خلي بالنا احنا 26 ولا actually ولا naturally. طبعا هو لازم هنا نفهم معنى الجملة. I don't want to go to the park وفي طبعا full stop يعني نقطة هنا وقفنا، فهبرر ده انا مش عايز اروح البارك ليه، عشان انا في الحقيقة ورايا معاد كذا كذا مع صحابي. يبقى actually بالفعل actually I'm meeting some friends in the club. اوكي يبقى letter C اللي هي actually. 27 The space controls everyone and everything in society. حاجة بيتحكم في كل شخص وكل شيء في المجتمع. هل هو low منخفض اللي هي letter A ولا low قانون اللي هي B ولا environment ولا conservation اللي هو المحافظة؟ ها 27 تبقى يس اكيد اللو هو اللي بيتحكم في كل حاجة في المجتمع. يبقى 27 the law القانون controls everyone بيتحكم في كل شخص and everything in society. 28 الفورسس الغابات space us with oxygen we need. اكيد طبعا بتمدنا، يعني ايه بتمدنا؟ هل هي respect يحترم ولا dive يغوص ولا provide اللي هي مد ولا design؟ طبعا اكيد provide اللي هي بتمدنا، provide اللي هي letter C بتمدنا بالاكسجين. 29 secondary school students تلاميذ المدارس الثانوية are حاجة babies طبعا اكيد لا teenagers مراهقين ولا granddads ولا toddlers. ها يعني واحدة اكيد احنا خدناها في الفوكاب اللي هما teenagers اللي هما في سن المراهقة. 30 my little son dropped my mobile اخويا الصغير اخو ابني الصغير وقع الموبايل from the balcony من البلكونة. حاجة it didn't break ها المفروض هنا في جملة ها تعارض او مش تعارض، يعني لحسن حظي، لحسن حظي ان حصل العكس ان هو ما اتكسرش. يعني ايه حسن حظي دي؟ هل هي fortunately لحسن الحظ ولا unfortunately لسوء الحظ ولا fortunate محظوظ ولا fortunes الحظ نفسه؟ ها يعني واحدة فيهم A ولا B ولا C ولا D؟ يس هي اول واحدة fortunately يعني لحسن الحظ بتاعي it didn't break ما اتكسرتش او ما كسرش. 31 it's useful for students يعني من المفيد للتلاميذ to be حاجة. اوكي الحاجة دي بقى that makes them هتخليهم willing to work hard هتخليهم راغبين او عندهم العزيمة والرغبة ان هم يعملوا بجد. هل ايه الحاجة دي بقى؟ to be endangered طبعا لا مستبعدة، to be stuck طبعا لا طبعا طبعا encouraged yes هي دي to be encouraged يعني ان هم يتشجعوا يعني حد يشجعهم، ولو حد يشجعهم ده هيديهم الايه الرغبة to work hard. 32 it is حاجة that a bride طبعا bride يعني عروسة wears a white dress فستان ابيض for the wedding للزفاف. ده بيكون حاجة exotic strange يعني غريبة ولا traditional تقليدية ولا glad سعيدة ولا environmental طبعا حاجة traditional من التقليد ان العروسة تلبس ابيض. اوكي تلبس white dress. 33 space is one of the dangers that حاجة بتبقى من المخاطر that affects people بتأثر على الناس and the environment. ايه اللي الحاجة اللي من المخاطر دي؟ ال pollution ولا ال conservation؟ طبعا اكيد لا مش conservation دي ال protection الحماية ما ينفعش. souvenir هدية تذكارية education تعليم طبعا سهل جدا ان احنا نختارها لان هما اجابات مستبعدة خالص مفيش غيرها واحدة بس اللي احنا نقدر نختارها اللي هي pollution. 34 don't worry ما تقلقش
the side effects، الآثار الجانبية of this medicine are، الآثار الجانبية بتكون close، awful، giant، ولا limited. طبعا واضح من المعنى انها ما تقلقش يبقى حاجة كويسة. الآثار الجانبية للدواء ده بتكون close قريبة، awful فظيع طبعا، لا giant عملاقة، ولا limited محدودة. yes limited اللي هي letter D.